السلام عليكم متابعي قناة أخبار المغرب، مرحبا بكم. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لشاب يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، معبرين عن إعجابهم بموقف الشاب. وعلق أحمد سابق على المقطع: ما شاء الله، يطوف بأمه والأم مستحية من ولدها، يا ابني أنزلني أنت صائم. وأكد محمود: مقطع مؤثر جدا بل مبكي، اللهم صل وبارك على نبينا محمد واجعلنا من البارين بوالديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عصر نماز إن شاء الله، نماز نراسة إن شاء الله، عوض أشرب عز غلطة طريق لسا أسلمان دخ حاجة سودة خاجة أول سودة مانغران دخ ما شاء الله. أناسن Anasını arkala alıp Allah ekber. Allah ekber. معلش يا ابني، ماشاءالله خليك يا حاج، الله اكبر. انا مش انا خايفه، معلش حاج خليك خليك، انت صايم يا اخويا حرام، ما فيش دعوه. اهي جنه جنه ان شاء الله يا رب، ما شاء الله خليك يا حاج، تقبل الله. انا اسمي ما شاء الله يا الله، وصلنا ربك تنسيت ما الله، وصلنا ربك تنسيت. انا اسمي ارغب فوقك إذا أعجبكم الفيديو من قناتكم أخبار المغرب لا تنسوا الإعجاب وترك تعليق، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن بقناتنا وفعلوا زر الجرس.